مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سر جمالكم. النهاردة هنتكلم في موضوع بنسمعه بقالنا فترة كبيرة جدا وبيتردد مصطلحه على الساحة الإعلامية بقوة، ألا وهو مصطلح الإعلام الرياضي. ماذا يعني الإعلام الرياضي؟ هل الإعلام الرياضي في مصر قام بدوره في تطوير المنظومة الرياضية، ولا أصبح عبء وتحدي جديد على سير الحياة الرياضية في مصر؟ هل الإعلام الرياضي قام بدوره في إرساء المبادئ العامة للرياضة والمتمثلة في الروح الرياضية والمنافسة الشريفة، ولا زاد من اشتعال الفتنة وروح الكراهية والحقد والعنف بين المشجعين، وأصبح ساحة لتبادل الحقائق المشوهة وساحة لتبادل الشتائم والسب؟ الإعلام الرياضي بين الماضي والحاضر في حلقتنا اليوم. ومنورنا النهاردة في الاستديو الدكتور أحمد نبيل، المدرس المساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. يعني أنا عرفت من السيرة الذاتية لحضرتك أن بسم الله ما شاء الله ليك باع طويل في الإعلام الرياضي، ونموذج يحتذى به في الإعلام الرياضي، ومقدم أبحاث علمية في المجال ده. أنا عامل دكتوراه في الإعلام الرياضي، وابحث ترقي استاذ مساعد في الاعلام الرياضي، ومهمه علميه في الصين في جامعه وهان سبورتس يونيفرسيتي في الاعلام الرياضي، واشتغلت في المركز الاعلامي لبث بطوله العالم العربي العسكريه الدوره السابعه في وهان، والحمد لله كنت اول مراسل بالعربي يغطي احداث كورونا في وهان. لا يعني بسم الله ما شاء الله، انت كنت يعني في اوقات صعبه جدا يعني. طيب انا طبعا هناخد الموضوع من اوله ونتكلم عن الاعلام الرياضي في مصر. هو يمكن بدا يمكن في اوائل الالفينيه الحديثه، فانت شايف ان الاعلام الرياضي في مصر واخد حقه وبيقوم بدوره صح، ولا العمليه لسه بيشوب بعض العقبات واساء للمهنه الرياضيه اكثر؟ اكيد هو حاله حال الاعلام بصفه عامه، سواء كان سياسي اجتماعي رياضي، هي نفس المشكلات الموجوده في كل قطاع. عندنا تحديات وعندنا مشكلات، يمكن يكون الفترة الأخيرة وخصوصا مع وجود قيادات جديدة ووزير جديد للرياضة، وحصل كوميونيكيشن كتير ما بينه وبين القائمين على الإعلام في مصر، بدأت الصورة تتغير. يعني يمكن كان أول تصريح للدكتور أشرف صبحي اللي هو قبل وجوده كان دايما كل الإعلام بيركز شوية على الرياضة، على كرة القدم، وده كان بحث الدكتوراه. ما كانش فيه الإعلام، ما كانش بيبدأ يتناول الألعاب الفردية ويديها حقها، كان بس مركز على كرة القدم فقط، على كرة القدم ونزاعات كرة القدم والسوبر ستار في كرة القدم واللاعب وحياته. الهيستوري اللي كانت موجودة في الإعلام كلها كانت على كرة القدم. بدأت النظرة تتغير شوية مع اتجاهات جديدة للوزير واتجاهات جديدة للدولة، وبدأ يتم إلقاء النظرة على الألعاب الفردية اللي موجودة، والناس بدأت تتكلم على السوشيال ميديا وعلى الإعلام الجديد وميثاق الشرف الإعلامي اللي نشتغل بيه. يعني نقدر نقول ان في الفتره اللي احنا فيها في توازن اعلامي في عرض جميع الالعاب الرياضيه، مش بالصوره اللي احنا عايزينها، بس احنا بدانا. يعني مثلا لما شفنا الحدث بتاع البطوله الافريقيه للشباب اللي عملها الوزير، لما شفنا العرض اتغير كتير مفهومنا عن الافتتاح او عروض او التنظيم للاحداث الرياضيه، لان كان في جديد. احنا ما وصلناش للمرحله العالميه زي الاحداث الرياضيه اللي انا شفتها بره، بس احنا بدانا حطينا رجلنا على الطريق او المسار الصحيح. عندنا مشاكل موجوده في السوشيال ميديا كتير في الاعلام الجديده، زي ما احنا بنشوف طبعا في منازعات وفي تداخل مع السياسه وفي تسليط الضوء على ظاهره معينه للمصالح الشخصيه، ويمكن ده جزء موجود دلوقتي على الساحه بالمناسبه، زي الجزء بتاع استاذ عبد الناصر زيدان وبعض المذيعين الاخرين بيتناولوا، بداوا يخرجوا من هدف البرامج بتاعتهم من الاهداف الرياضيه او الاهداف اللي تنبثق من دستور للدوله في المجال الرياضي. زي احنا مش هنقول شخصيات محدده، لكن حدث ولا حرج، احنا بنشوف عندنا على الساحه الاعلاميه فضائيات كتيره بقت مخصصه فقط للسب والشتائم، وانهم بيقوموا الدنيا على بعض وبيخلوا المشجعين انهم فعلا ياخدوا مواقف عدائيه، وده مش مطلوب. يعني انا كمشاهد ينحرق دمي لما اقعد قدام قناه 24 ساعه الاقي مذيع كل اللي عليه انه عمال يشتم وعمال يتطاول بعيدا خالص عن الروح الرياضيه. فين بقى هنا ميثاق الشرف الاعلامي يا دكتور؟ ده ميثاق الشرف الاعلامي اللي بنندد دايما للدوله ان هي تبدا تطالب بيه، ونبدا ناخد خطواتنا واجراءاتنا القانونيه تجاه كل من يتجاوز او يخرج بره الاهداف بتاعتنا. بره الاهداف، انك في الاول خالص لازم المعد او المذيع او المقدم البرامج يبقى فاهم كويس ان هو قدوه للمجتمع، ان هو مسؤول عن رساله
بيوصلها للمجتمع علشان خاطر الناس تحتذي بيه، سواء هو او الضيف. لو خرج بره ذلك المفروض يكون في اجراءات قانونيه، وده اللي الفتره اللي موجوده بعض الابحاث عملت ميثاق شرف اعلامي مش بس للقنوات الفضائيه، لا للاعلام الجديد على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب، على كل قنوات البث اللي موجوده في الاعلام الجديد، ان احنا نشتغل نعمل نفس الميثاق الشرف الاعلامي نطبقه اللي موجود في التلفزيون المصري او في القنوات الفضائيه يتطبق على السوشيال ميديا. طب انت اثرت يا دكتور نقطه مهمه جدا، دلوقتي مواقع التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا ديت اكثر شراسه من الاعلام التقليدي، دي نقدر نحكمها ونقدر نلزم الناس اللي لها صفحات عماله تعمل على اسكاء روح التعصب والفتنه ما بين المشجعين، دي نقدر نحكمها ازاي؟ احنا طبعا نقدر، وخاصه بعد التحول الرقمي اللي هيحصل، ان انا هبدا يحصل ترابط ما بين ربط ما بين الموبايل بتاعي او القناه بتاعتي بحسابي في البنك بكل الانفورميشن عني، كل المعلومات عني، فانا هبقى شخص معروف حتى في ترخيص القناه اللي انا هشتغل عليه. لازم الاول خالص اخد رخصه لان انا اشتغل في كده، مش بس واعرف الميثاق الشرف اللي انا هشتغل بيه من الجهات الرقابيه اللي هيبدا الناس تنفذه. ويمكن شفنا الكلام ده حصل في بعض البرامج برضو بدون ذكر اسماء، ان في شكاوي راحت في برامج ما ان هي خرجت بره نطاق المسموح او خرجت عن المألوف او خرجت عن الهدف المحدد للبرنامج. واعتقد ان هنسمع اخبار قريب، وزي ما بدانا نشوف دلوقتي ان الصوره بدا يتشال منها بعض الناس، يعني بعض الناس اللي حضرتك بتتكلمي عليهم في السب والقصف، لا بدات الناس دي خلاص هتختفي عن الاعلام قريبا. احنا محتاجين اسرع شويه، يعني محتاجين ان احنا نشتغل باليات اسرع من كده. طب سمعت يا دكتور عن لجنه ضبط الاداء الاعلامي اللي بتصدر عن المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام؟ اللجنه دي يعني بقى لها فتره شغاله على التجاوزات اللي بيتم اصدارها في القنوات الفضائيه، هل فعلا اللجنه دي قامت بالاهداف المرجوه منها ولا برضو الفكره هنا في مصر دلوقتي ان كل شخص بيعمل قناه ويفتح برنامج وينزل على السوشيال ميديا بالذات، يعني عارف الشغل كتير، الشغل مش شويه، فهناخد فتره على ما يحصل انضباط في العمليه دي شويه. اللجنه الضغط عليها كتير، يعني حضرتك تشوف كم القنوات الفضائيه، كم القنوات اللي موجوده دلوقتي على السوشيال ميديا، كتير جدا. النهارده اي حد ملوش شغلانه بقى يعمل قناه على اليوتيوب بالظبط. حتى ممكن يكون متعلم مش متعلم، مؤهل مش مؤهل، اي حد دلوقتي ملوش مهنه بقت مهنته السوشيال ميديا والاعلام وقناه. فالفكره ان العمل في الجزء ده كبير شويه مش صغير. فاللجنه بصراحه ربنا يعينها. هي اللجنه بقى لها فتره كبيره جدا، وهي برعايه طبعا الاعلامي مكرم محمد احمد، فطبعا يعني وبتصدر تجاوزات، يعني هي بترصد تجاوزات كثيره جدا عن الاعلاميين اللي هم فعلا بيخرجوا عن النص، لما الاقي الفاظ خارجه وبلاقي انهم كمان بيقريت بيقدموا معلومه، ده بيقدموا حقائق مشوهه عن النوادي وعن اللاعبين، فده بشكل او باخر بيؤثر على بيعمل اثاره فتنه. وبنخرج بره الهدف الرئيسي نشر الوعي الرياضي او نشر الثقافه الرياضية او توسيع قاعدة المشاركة في الممارسة الرياضية. ويمكن ده الجزء اللي كان موجود قبل كده، ان احنا دايما بنشتغل على قطاع البطولة بس. يعني في الهيستوري بره او في الانترناشونال مانجمنت، الادارة نفسها بيشتغلوا على ادارة الملفات الاعلامية في الاحداث الرياضية او في الرياضة بصفة عامة كدولة. ان انا اشتغل عندي هيستوري كتير جدا على الممارسين، على اولياء الامور، على الاسرة الرياضية، على ارتباط الولد الرياضي ببعض المتغيرات النفسية. يعني هل الولد ده مثلا الممارس للرياضة الفرق ما بينه وبين الولد العادي ايه؟ هل عنده انضباط نفسي في دراسته؟ هل عنده انضباط نفسي في بيته؟ الجزء التربوي عنده وضعه ازاي؟ السلوكي عامل ازاي؟ كل ده بيتم دراسته وتوجيه رسائل للمجتمع قد ايه فوائد الرياضة على الأطفال أو على اللاعبين مهمة، فبيبدا يشجع كل الاسر اللي ما بتمارسش رياضه ان هي تمارس رياضه. والله يا دكتور انت اثرت نقطه مهمه للغايه، اللي هي اللي احنا يتم فعلا حث المواطنين على انهم يلعبوا رياضه، يعني انا ده الهدف الرئيسي اصلا من الاعلام الرياضي. بالظبط، يعني انا ما بشوفش ده خالص في اي قناه رياضيه، يعني انا ما بشوفش ده في مجله ولا في جريده ولا في قناه فضائيه بتتكلم عن الرياضه انها بتشجع الاسر ولا بتشجع الاطفال انهم يلعبوا رياضه، انا بلاقي بس شتائم، بلاقي شائعات، بلاقي اخبار كاذبه، وفي الاخر بلاقي روح عصبيه تعصب. فاحنا بالظبط يعني هو ده اللي يعني اللي المفروض يكون موجود. وان الفتره اللي جايه شجعوا بعض الناس على ان هي تشتغل على كده، ان انا ابدا احط هيستوري للناس او اعمل قصص على الممارسين، اعمل قصص على ممارسين من كبار السن، اعمل قصص على الممارسين من سبيشال نيدز، دول اللي يبقوا موجودين في الاعلام. معلش انا اسف، مش حمو بيكا وشاكوش والناس اللي موجوده دلوقتي على السوشيال ميديا او على الاعلام، ان نتناول دول، لا احنا نتناول الايجابيين واللي بيمارسوا والاسلوب يعني المنضبط، يعني تسليط الضوء على النماذج المضيئه والمشرقه في الرياضه. بالظبط، وتشجيع المجتمع انه يتوجه الى ممارسه الرياضه نتيجه لفوائدها الكتير على المجتمع وعلى السلوك الشخصي
او السلوك المجتمعي للافراد في الايه، في الوطن. طب يا دكتور انا عارفه ان حضرتك ليك تجربه ناجحه جدا في الاعلام الرياضي في الصين، فيا ريت تحكي لنا عن القصه دي. لا ده حضرتك كبير كتير قوي، بس انا كنت وفي كمان صور لحضرتك، يا ريت معانا الاخراج ينزل الصور ديت عن نشاط حضرتك في الصين نتابعها سوا. انا كنت في مهمه علميه في الصين في الاعلام الرياضي في جامعه يوهان سبورت يونيفرسيتي، والحمد لله كنت من احنا كنا 2 بس اجانب اللي موجودين بنعمل داخل المركز الاعلامي لبث الالعاب العسكريه الدوره السابعه، بس كنا 2 يعني 2 اجانب بس اللي موجودين. حضرتك مصري والتاني مصري برضو، هو كان انا اللي خدته معايا، انا كنت اول اجنبي يتم قبوله في العمل داخل المركز الاعلامي لاستقبال الوفود الاعلاميه. يعني احنا معانا الصور ديت، دي كان صوره الشعله انت عرفتها الحدث، وده حضرتك. دي ثواني بقى على الصوره دي، الصوره دي كان بعض الانشطه اللي بتتعمل، وده اللي برضو عايزين نتكلم عليه الاعلام، ان هم بداوا هنا يجمعوا كل الاجانب اللي موجودين ويحطوا لكل جاليه العلم بتاعهم، وده كان تسويق، ده ده افضل هايل مكان سياحي موجود في وهان، هايل جدا تسويق طبعا للثقافه المصريه، بيسوقوا للحدث ويجمعوا الاسر كلها، الاسر او الافراد اللي موجودين، كل دوله هتيجي تمثل دولتها وتقف جنب العلم بتاعها، ده افضل مكان اثري هنا. ده دي كان صوره يوم الافتتاح، وده بيوري قد ايه الجيش كان ملتزم وموجود، لان هو اللي كان طبعا مسؤول عن اداره الحدث. ثواني على الصوره دي، الصوره دي كان الراجل دوت رسام، رسام مشهور جدا في الصين، وطبعا هم كانوا بيبداوا يربطوا ما بين الفن اللي موجود عندهم يعرضوه للناس، انك تقعد وهو يرسمك، فجايب مشاهير الفن مقعدهم داخل المركز الاعلامي عشان الوفود الاعلاميه لو حد منهم حابب يعرف قد ايه الناس دي متقدمين في الفن هو هيبدا يعرض اعماله. اللي بعدها معانا صور تانيه، بس الصوره دي بقى كان ليها، دي الصوره دي هيستوري كبير قوي. انا كنت كل يوم ادخل المركز الاعلامي الاقي الراجل دوت كل الاعلام الصيني بيعمل معاه انترفيوهات. خليك ثابت على الصوره دي لو سمحت. ده عامل ولا ايه؟ هقول لحضرتك دلوقتي. لا اقف على الصوره الثانيه، الصوره اللي قبلها. بعدها بعد اذنك. هنا الراجل دوت انا كل يوم كنت عايز اعرف ايه القصه بتاعته، انه ده سوري انا ده عامل تواليت. ده عامل نظافه التواليت. كل يوم يعملوا هيستوري او يعملوا لقاء انترفيو مع الراجل ده، ايه قصته؟ فبدات اسال. ده اتضح ان كل يوم في تقييم داخل المركز الاعلامي للعمال، للمتطوعين، للطلاب، للعاملين. ده كان كل يوم بياخد السوبر ستار في العمل بتاعه، في الجزء بتاعه. فهنا لما بدات اسال طب اشمعنى ليه عملتوا الكلام دوت، اتضح ان هو هنا بيربط ما بين الانتماء والمواطنه، عشان يحس العاملين على ان ادائهم يبقى اكتر، ويحس بالدور الوطني اللي هو بيعمله لتنظيم حدث زي ده، قد ايه المكان بتاعه نضيف جدا، قد ايه مبتسم. شوف الناس بتفكر ازاي، وشوف هم كمان، يعني ده مجرد عامل نظافه لكن صدقيني بيعلوا من روح المواطن عنده، بيشجعوه على انه يقوم بعمله على احسن وجه. احنا عندنا حاجات كتير قوي، بس التاتش الصغير او التفكير البسيط اللي ممكن يخلينا نتطور في الملف الاعلامي ده كان من افضل الشخصيات. يعني خدنا في الاخر خالص افضل الشخصيات الاعلاميه عن سنة 19، الحمد لله كنت موجود من الشخصيات اللي تم اختيارها في الصين أفضل الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الصين عن عام 2019. هو كان نفس الكلام، يعني ده شخصية مؤثرة اللي هو اللي احنا بنتجاهلها شوية، احنا ممكن نتجاهل الشخص دوت داخل حدث، لا هم كانوا مهتمين بيه. وبدأت أركز معاه قوي، اتضح إن كل الناس بدأت تسيب كل يعني في أكتر من تواليت موجود في المكان، لا كانوا بيروحوا راجل لأنه مبتسم، لأنه بيحاول يتعلم إنجليزي يتواصل معانا، لأن المكان بتاعه نضيف، لأنه مش بيزعل. الصورة اللي بعدها، الصورة اللي بعدها، انا حافظ الصورة اللي بعدها. الصورة اللي بعدها حضرتك تتخيلي مين دول؟ دول كورال، دي فرقة كورال. هنا كان برضو ده من يعني عجائب الدنيا السابقة. الصورة دي كان ليها حدث كبير، هم دعوني ان انا اشارك معاهم وان انا اغني، بس مش مع الجروب ده، كان جروب تاني. بس الناس دي دول الاعلاميين في مدينة وهان، اعلاميين. كان سنة 2019 كلها احداث من الاعياد الصينيه للميليتري جيمز، الالعاب العسكريه، بطولات، حاجات كتير قوي موجوده في الصين. ففوجئت في الاخر ان الاعلاميين بيبداوا هم، الدوله نفسها تنظم لهم حدث زي دوت، وهم اللي يغنوا للدوله. فدوت بيبدا مش بس حضرتك هتغطي الناس او النماذج الايجابيه اللي موجوده في المجتمع في الاعلام علشان خاطر تظهري الصوره الكويسه، لا انت حضرتك عندك برضو مسؤوليه انك تيجي تشاركي في حدث زي دوت، ويتعمل مسابقة على مستوى المقاطعة، ثم مسابقة على مستوى الدولة، لأن حضرتك تعملي أي أكتيفيتي لزيادة الانتماء أو المواطنة، وتحسي إن الدولة بتاعتك مهتمة بيك. أنت برضو مش يعني مش القصة إنك على طول قدام الكاميرا كمذيعة، لا أنت في نفس الوقت هتبقي
شخص اخر. دي طيب كان شكل بالنسبة الشعلة، دي بقى احنا ستوب. حضرتك كنت متحدث اه هناك. هنا كان، ده كان مؤتمر عملوه لبعض الاجانب الموجودين واللي بيشتغلوا في الحدث، يبداوا يفهموا الطلبه او يتكلموا عن التجربه بتاعتهم، ويمكن هنا بيخلونا شويه ان احنا نحب الدوله بتاعتهم ونتكلم قدام الناس. او دي كان يعني هنا بيستغلوا الإعلام هنا يا دكتور على إنهم برضو بيعملوا جسر تواصل بين الشعوب. كل ثانيه حدث، كل ثانيه، مفيش ستوب. الاعلام عشان كده بقول لحضرتك في الاخر خالص بياخد الاعلاميين نفسهم يعمل بيهم هم حدث ويصورهم، يعني مش هاي بس على طول انتوا هتصوروا، لا انتوا اللي عليكم الدور تتكلموا وتصوروا وتوصلوا رسالتكم للمجتمع. اللي بعدها لا بس واضح ان كان ليك نشاط اعلامي قوي يا دكتور في الصين. ده انا يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي كان دي، كان بعض البيكتشرز اللي هنوضح للناس يعني ال5 جي وال4 جي وال5 جي، التصوير عامل التقنيات ازاي الجديدة. والشغل عامل ازاي. من التقنيات التكنولوجية احنا الجديدة بدأنا ندخل، 4G و5G. احنا بدأنا ندخل، فاضل لنا حاجات بسيطة. يعني لو شفنا الحدث الأخير اللي عمله الدكتور أشرف صبحي، لا هنلاقي الدنيا اتغيرت شوية. لا الصراحة احنا في ظل القيادة السياسية الحالية قد مصر اتغيرت كتير، ويعني احنا على الدرب الصحيح جدا للتقدم والتطور في مختلف المجالات، أكيد. فيعني مقارنة بالعهود السابقة. عايز مثلا أكلم حضرتك على يوم الافتتاح. أنا فوجئت في أول يوم اللي هو يوم الافتتاح مين يخرج أول شخص يخرج بعد اليوم الطويل من طبعا العاملين في يوم الافتتاح اللي هم منظمين العرض واللي اشتغلوا في العرض. رئيس الجمهوريه موجود الصيني، مين اول ناس تخرج من الاستاد بعد انتهاء الحفل الختامي؟ لا حضرتك تتخيلي مين اللي خرج اول ناس من الاستاد؟ مش رئيس الجمهوريه. خرجت الاطفال الصغيره اللي هي تحت ال 18 سنه او 15 سنه من 3 سنين اللي مش موجودين في العرض، دول اول ناس تم تكريمهم وخرجوا من الاستاد. ودي كانت رساله اعلاميه بتقول ان الطفل المشارك دوت هو اكتر حد تعب، وان احنا عايزين نوصل له معلومه ان انت اهم حد في الحدث، انه لازم يخرج الاول. فكل حاجه كانت موجوده لهدف. مره تانية مثلا سي عزمونا على عيد ميلاد في مبنى المركز الرئيسي لبث الحدث. رحت انا وصاحبي وفوجئنا في الاخر ان هو مش عيد ميلاد شخص ما، ده عيد ميلاد 9 اشخاص. فسالنا اشمعنى ليه عيد ميلاد ده موجود؟ اتضح ان دول الطلبه المتطوعين للعمل داخل الحدث. كان عددهم، لا ده الصوره، ده كان المؤتمر، ده كان المؤتمر، واللي على اليمين دوت ده مذيع في الراديو الصيني، والتاني كان ترانزليشن. التسعه اللي هم، هي صوره مش موجوده بتاعت العيد ميلاد دي، التسعه اللي هم كانوا عيد ميلادهم دول، فوجئت بقى. انا حابب اسال على ليه الحدث ده اتعمل؟ الاعلام كله الصيني كان بيغطي الحدث. دي شكل التميمة على فكرة برضو بدأ يستخدموها في حمام السباحة أو بعض الإيفنتات، كانت حاجة شكلها جميل. الحدث نفسه التسعة دول لما جمعوهم فوجئت إن الكمبيوترز نفسه مطلع اللي عيد ميلادهم في شهر، في نفس في شهر 10 اللي هو كان الشهر اللي فيه بس الحدث، بدأ ياخد كل الناس اللي موجودة في عيد ميلادها في نفس الشهر ويعمل لهم عيد ميلاد. وكان التورتة كان بعلم الصين، الهدايا من دولة الصين مش من شخص ما. ففي سيستم موجود تكريم الناس او للاهتمام بالبشر. يعني حضرتك شغاله هنا في القناه، فالقناه بتعمل لحضرتك عيد ميلادك من غير ما تعرفي. هنا الفيديو ده يا دكتور؟ لا ده كان الفيديو ده كان بعض المسابقات الموجوده، يعني دي كان بعض المسابقات اللي موجوده هنا. بقى انا عايز اوري الناس قد ايه شكل الجمهور، لان انا واحد من الناس ما كنتش متخيل ان الجمهور هيبقى بالشكل دوت في بطوله العالم للالعاب العسكريه، وخاصه ان هي مش نعرف عنها معلومات كتير. يعني دول 27 ايفنت موجودين داخل البطوله او الدوره، فانا ما كنتش اتخيل ان الناس دي هتيجي. فبدات اسال الصينيين يعني ليه بتيجوا، هل تعرفوا معلومات سابقه، هل تشجعوا مين؟ طيب. اتضح ان هم جايين عشان خاطر الدوله بتاعتهم تنجح. يعني كانوا وقفوا يستقبلوا كل الاجانب في الشوارع بابتسامه. طيب وبعالم. يا دكتور ايه الحاجات اللي حضرتك شفتها في تجربتك في الصين ونفسك تطبقها هنا في مصر؟ كل النماذج اللي انا قلتها لحضرتك دي، الحاجات الصغيره اللي احنا ممكن نفتقدها سنه، دي ممكن تتطبق في مصر، لان احنا خلاص اوريدي بدانا نحط اول خطوه في تنظيم الاحداث الرياضيه. تنظيم الاحداث الرياضيه الربط، لو حضرتك جبت طابور العرض كان موجود او حفل الافتتاح، هم بداوا يربطوا ما بين الحاضر والماضي، ويمكن ده برضو اتعمل، بس اتعمل بطريقه عندهم بروفيشنال شويه. اتعمل عندنا في مصر في بطوله العالم للشباب اللي هي الامم الافريقيه للشباب، اتعملت في مصر ما بين الربط ما بين الحاضر والماضي والمستقبل. عرضوا كل حاجه داخل العرض بتاع الافتتاح او الختام، خلوا الناس تعرف ايه ماضينا، ايه الحاضر بتاعنا، احنا ناويين في المستقبل نبقى ازاي. فربط الرياضه بالصناعه، بالتكنولوجيا،
جميل يا بالتقنيات دكتور، الحديثة جميل. للإعلام. يعني أنا كلام حضرتك إحنا محتاجين حلقات كتيرة جدا، بس للأسف ما تقوليش وقت خلص وقت خلص للأسف والله شون يا دكتور. والله لسه في كلام تاني. بس من كلام حضرتك نقول إن الرياضة تظل هي القوة الناعمة لأي مجتمع، ونتمنى من مجتمعنا إنه يستثمر القوة ديت وإن يبقى جسر تواصل ما بين أجياله وما بين الشعب المحلي وما بين الشعوب الأخرى، ومن الرياضة تعتبر سر من أسرار الجمال وسر من أسرار السعادة. وصلنا لنهاية برنامجكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.